أهلا بكم من جديد، والآن إلى شباك هاشتاغ ونرصد فيه أبرز ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل في تونس مع مراسلتنا أميرة مهذب. مساء الخير أميرة وأهلا بك. إذا اليوم الموضوع الرئيسي هو أو الهاشتاغ الرئيسي هو حول الانتخابات ومشاركة الشباب فيها. نعم ديما، اهلا بك واهلا بمشاهدي التلفزيون العربي في فقره هاشتاج من تونس. يعني الموضوع الرئيسي ويكاد يكون الموضوع الاوحد الذي راجع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفتره الماضيه وخلال خاصه هذين اليومين الاخيرين، نظرا ان تونس يوم امس يعني كانت على موعد مع الانتخابات الرئاسيه التشريعيه الثانيه في تاريخ البلاد بعد تعديل الدستور. هذه الانتخابات التي تنافس فيها عديد من الاحزاب، يعني سواء كان الأحزاب التقليدية أو المستقلة أو الائتلافية، وأفرزت حسب التصريحات الرسمية التصريحات غير الرسمية عفوا لبعض شركات سبر الآراء، يعني تصدر حركة النهضة، يليها حزب قلب تونس، ثم أحزاب أخرى كائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي والحزب الحر الدستوري. عموما يعني هذا الهجين من الأحزاب يعني جعل تونس ربما يكتبون أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك في خصوص إمكانية أو فرضيات التحالفات التي ستكون داخل المجلس، خاصة أن الأحزاب التي فازت يعني هي أحزاب تقريبا متناقضة ولا تتقاطع من حيث الأيديولوجيات. عموما يعني البعض اعتبره هذا زلزال سياسي، واعتبر ان ذلك يعني ربما يجعل تونس تذهب الى سيناريو مجلس مكون من كتل صغيره او مجلس فسيفساء كما يصطلح او يقول عليه البعض. ابرز التعليقات التي نستعرضها واياكم، ربما التعليق الاول انيس يقول بعد نتائج الانتخابات، يقول يا لمبدوزا هنا جايين، ولا لمبدوزا يعني اقرب نقطه من مدينه من ايطاليا الى تونس. التعليق الثاني لكمال يقول اليسار التونسي يعود الى السريه بعد 8 أعوام من العلنيه المكلفه، خاصة بعد أن حاز اليسار التونسي على نسبة ضئيلة جدا، لم يتحصل على أي مقعد في البرلمان حسب نتائج سبر الآراء إلى حد الآن. أما التعليق الثالث يقول 40 مقعدا للنهضة وللنداء مقعدا واحد والله أكبر. في نفس الصدد سعيد يقول النداء أتى يعني بنتائج الأصوات بمقعد واحد حتى لا يتشقق، خاصة معلوم أن نداء تونس يعني كان الحزب الفائز في انتخابات 2014 بغالبية من الأصوات أكثر من 85 مقعدا، إلا أن يعني بعد 5 سنوات نرى أن الشعب التونسي ربما يعاقبه ويعطيه تقريبا أو يفوز بمقعد واحد حسب تصريحات أو حسب آخر نتائج شركات سبر الآراء. وهنا يقول يعني مقعد واحد حتى لا يتشقق نداء تونس، لأن يعني في النداء صارت عديد من الانشقاقات، ربما انقسم حتى إلى حزبين اثنين، شق الحمامات كما يعرفون في تونس وشق المستين. بالنسبة للحصيلة أو النسبة التي تحصل عليها حمى الهمامي المعروف يعني المناضل اليساري التونسي هي 0.5%. فاتن تقول حمى الهمامي ذكرني في روحي، في مادة الرأي الرياضيات كنت دائما أحصل على 0.5. ننتقل الآن إلى تعليق آخر لبسام. بسام يرى يعني أن المجلس القادم سيأتي براشد الغنوشي من حركة النهضة وعبير موسي من الحزب الدستوري الحر، وكلا الحزبين مختلفين على مستوى الأيديولوجي بل ومتعارضين كثيرا. يقول أتخيل المجلس يعني عبير موسي وراشد الغنوشي، وخاصة مجلس النواب يعني ربما إذا فاز ربما يعني سيكون فيه راشد الغنوشي رئيسا للمجلس حقا بعد أن نهضة يعني حيازته على الأغلبية، ستقول له عبير موسي أو ستضطر إلى القول له سيد الرئيس أي رئيس المجلس. نعم.
هذه فيما يخص التعليقات، هناك يعني فقط بعض الطرائف التي حصلت يوم الانتخابات، من بينها فيديو يعني راج كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ربما يتسابق فيه بعض الشيوخ التونسيون للتصويت، ومن كان الأسرع. إليك ديما. شكرا جزيلا إذا أميرة مهذب على هذه الهاشتاجات وهذا الفيديو، شكرا جزيلا لك.